السلام عليكم، أنا الطالبة فاطمة أحمد آل حبيل، طالبة موهوبة. بدأت معرفتي في موهبة منذ سجلت أختي في البرنامج الإثرائي الصيفي في جامعة الإمام عبد الرحمن، ومنذ حينها اجتاحتني الرغبة لخوض هذه التجربة الثرية، فتطلب علي اجتياز مقياس موهبة للقدرات العقلية. ومنذ حينها سجلت في مسابقة موهوب 2019، ولكن لم يحالفني الحظ. وبعدها في 2021 سجلت في البرنامج الإثرائي الصيفي في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في وحدة عمل التشريح ووظائف الأعضاء. كانت تجربة جدا جميلة، كانت ثرية وغنية بالمعلومات، سنحت لي الفرصة في الغوص في بحر علم الطب والتعمق في حلمي المستقبلي. وكانت عدة برامج تنمي المهارات كالذكاء العاطفي والتصميم والقيادة. والآن أخوض تجربة فريدة من نوعها، سنحت لي الفرصة برؤية آفاق عديدة ورؤية العلم من منظور آخر في البرنامج البحثي الصيفي في جامعة الإمام عبد الرحمن معهد الأبحاث أو الاستشارات الطبية. سنحت لي الفرصة في الغوص في البحث العلمي وتنمية مهاراتي البحثية بإرشاد باحثين ومختصين. والآن بمرور أسبوعين ونصف حدثت لي مواقف عديدة، ومنها تغير بحثي للأسف مرتين، ولكن لم أحبط قط. سنحت لي الفرصة بأن أرى مصعب الأبحاث الحقيقية وأرى ما يحدث حقا فيه وتبنى فيها الإبداع لدي. وفي النهاية أريد أن أشكر موهبة لدعمهم الدائم وفتح آفاق للعديد من الطلبة. وبالنهاية شكرا لعائلتي لدعمهم الدائم لي، وهنا موهبة حيث ننتمي.